عندنا برنامج النهارده اسمه اكس كنترول. البرنامج ده خاص بالتسويق الاوتوماتيكي عبر الواتساب او بالتسويق باستخدام الواتساب. البرنامج فيه خاصيه الضبط الالي لارسال الرسائل عبر الواتساب، الارسال لعدد غير محدود من العملاء، خاصيه التاكد من توافر خدمه الواتساب عند العميل وفلتره ارقام التليفون، الارسال لاي جهه اتصال غير مضافه او معرفه في هاتفك، واجهة مستخدم بسيطة، تحديث على مدار العام للبرنامج ودعم فني طوال الأسبوع. البرنامج لغتان العربية والإنجليزية. ببساطة شديدة البرنامج ده بيخليك أو بيديلك القابلية إنك تقدر ترسل رسائل لكل شخص منفصل على حدة مجمعة على الواتساب، اللي مهما كان عدد الأرقام المتواجد عندك اللي أنت بتضيفه في الملف الخاص بأرقام التليفون زي كده. لو الارقام دي بتستخدم الواتساب، البرنامج بيبتدي ان هو يفتح معاها محادثة او تشات عشان تقدر يرسل لها الرسالة، ولو ما عندهاش واتساب بيتخطاها وبيحفظها في ملف تاني اسمه ارقام بدون خدمة واتساب عشان يساعدك انك تقدر تعمل فلترة للارقام. طيب، البرنامج ده ما بيطلبش منك ان الارقام دي كلها تكون مسجلة عندك في دليل الهاتف او في او الكونتاكت بتاعت التليفون عندك، بس انت كل ما عليك انك تضيف الرقم بدون مفتاح البلد او بدون الصفر او الزيرو، علامة الزائد او الزيرو زيرو اللي قبل مفتاح البلد مباشرة زي ما احنا حاطين بالشكل ده هنا. ارقام عشوائية بالمرة بنحطها في الملف اللي اسمه ارقام الهاتف اللي موجود عندنا في الفولدر الخاص بتشغيل البرنامج، نعمل لها حفظ. وعندنا ملف تاني اسمه محتوى الرسالة، بنفتح الملف نفسه بنلاقي فيه عندنا هنا الملف الخاص بمحتوى الرسالة، ده المكان اللي بنكتب فيه الرسالة بتاعتنا اللي عايزين نبعتها عن طريق الواتساب للعملاء اللي سجلنا أرقامهم في الملف السابق. دي طبعا نموذج لرسالة كنا بنبعتها العميل عندنا بيستخدم الاكس كنترول واتساب. ودلوقتي نبتدي نستخدم البرنامج. كل اللي بنعمله ان احنا بندبل كليك او بنضغط على الايقونة الخاصة بالبرنامج، بيظهر عندي اتنين ويندو او نافذتين، واحدة متعلقة بالواتساب او واتساب ويب، والتانية فيها اعدادات او ضبط الاعدادات الخاصة بالبرنامج للتعامل مع الرسائل. اول حاجة بنعملها قبل ما بنسجل الدخول ان احنا بندوس على قراءة الارقام. البرنامج اولا بيبتدي انه يحمل الارقام اللي اتكتبت في ارقام الهاتف هنا قدامنا، ويبتدي ان هو يحمل محتوى الرساله قدامنا هنا في الثمان اسطر دول. طبعا عندنا الجزء ده الخاص بضبط اعدادات الوقت لتخطي الحظر، يا ريت ان الارقام دي ما نقلش عنها في الانتظار علشان الواتساب ما يعملش بلوك للاكونت. قبل ما نضغط ستارت او حفظ المفروض ان احنا على تليفوننا بنفتح التليفون ونستخدم خدمه واتساب ويب ونحاول ان احنا نقرا الكود. ومجرد ما قرينا الكود عندنا تمام والتليفون بتاعنا حمل على الانترنت نقدر نضغط ستارت. طبعا انا حاطط البرنامج هنا بس علشان بيانات العملاء اللي عندي وبيانات الناس الموجودة عندي لان ده الواتساب الشخصي بتاعي. هضغط ستارت. اول حاجة البرنامج بيعملها بياخد اول رقم عنده في قاعدة البيانات ويبتدي انه يعمل بحث عليه. لو لقاه متسجل عندي في التليفون بيبتدي انه يتكلم معاه، لو ما لقاهوش متسجل بيشوفه عنده واتساب ولا لا. لو عنده واتساب بيبتدي انه يبعت له رساله، لو ما عندوش بيبتدي انه يتخطاه ويحفظه لي في ملف. دلوقتي العميل ده ما عندوش واتساب في التليفون بتاعه، فيبتدي البرنامج اوتوماتيك انه يدخل يعمل سيرش على الرقم الثاني الموجود في الليست ويمسح الاول من القائمه ويبتدي انه يكتب هنا الرقم الثاني الخاص بالعميل الثاني زي ما حضراتكم شايفين، ويبتدي انه يحاول يفتح معاه تشات جديد او نافذة محادثة جديدة لو هو بيستخدم الواتساب. طبعا الانترنت بيكون عليه عامل اساسي في التوصيل، البرنامج ما بيفصلش وما بيوقفش حتى لو التليفون فصل وبيفضل يحاول لحد ما تليفونك يتوصل تاني على الشبكة. بين كل 5 محاولات ناجحة البرنامج بينتظر ال 25 ثانية
وبينتظر ثانيتين ما بين التحويل من كل رقم للتاني، وده مهم جدا زي ما قلنا علشان تخطي الحظر الخاص بالواتساب والاكونت بتاعتك ما تتقفلش. دلوقتي هو لقى كونتاكت وابتدى ان هو يرسل له الرسالة الخاصة بالمركز او الرسالة اللي احنا حاطينها قدامنا، واوتوماتيك بمجرد ما بيرسل له الرسالة بيبتدي انه يتخطى المستخدم ده، وكده اصبح المستخدم ده متضاف عندنا هنا في قائمة الاسماء وينقل على الرقم اللي بعديه وهكذا دواليك. خلينا برضو نتابع الارقام. بقى دلوقتي عندنا 2 عملاء غير مسجلين عندي، فتح معاهم تشات او فتح معاهم محادثة جديدة وارسل لهم الرسالة او محتوى الرسالة مهما يكن هو ايه اللي انا عايز ارسله لهم. دلوقتي البرنامج عمل 5 محاولات على الـ من الارقام او قرا 5 ارقام، فبينتظر لمدة 25 ثانية ويرجع يكمل عمله بصورة طبيعية لضمان عدم توقف البرنامج عن العمل او لضمان ان الواتساب ما يعملش للحساب الخاص بيك بلوك. رجع البرنامج استخدم وابتدى انه يبحث على الرقم المضاف في القائمة، ما لقاهوش موجود. ابتدى انه يبحث عنه، لقاه عنده واتساب، ابتدى ان هو يرسل له الرسالة الخاصة بينا وينقل على المستخدم اللي بعديه زي ما انتوا شايفين كده. ابتدينا على المستخدم اللي بعديه. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بيحصل بدون تدخل منك او بدون اي تعامل منك، يعني انت بس ممكن تحط رسالتك وتحط لستة ارقامك او قائمة ارقامك زي ما احنا شايفين. ابتدى ان يبعت الرسالة وارسل للرقم الاخير في البرنامج. نقدر دلوقتي ان احنا ندوس الغاء او كنسل ووقفنا عمل البرنامج بالكامل. يا رب يكون برنامج عجبكم، والبرنامج متاح طبعا تحت الطلب للي عايز او للمهتم بالبرنامج او مهتم بشراء البرنامج. خلينا نكتب لكم الايميل الخاص بينا للتواصل عمرو.سهيل@gmail.com. تمام. وبالنسبة للواتساب أو لرقم التليفون اللي عليه واتساب، خلينا نكتبه لكم ونجهزه لكم حالا. هيكون 002-015-5239-0975. نكبر الخط شوية عشان تظهر وتبان. الايميل الخاص عمرو.سهيل@gmail.com، ورقم التليفون الواتساب هو ده. البرنامج متاح لأي مكان، الدعم الفني لمدة سنة، الأسعار طبعا فوق الممتازة. ياريت تتواصلوا معنا من خلال الواتساب أو من خلال الايميل لاستفساراتكم. والبرنامج يوجد فيه قابلية التطوير لإضافة كل المميزات اللي انت بتدور عليها كمستخدم او يعني كمسوق بالواتساب. وموجود من البرنامج النسخة البيزك زي ما احنا معرضنا كده، ابسط النسخ اللي بتبعت رسائلك وتأدي لك الحملة الإعلانية بتاعتك على اكمل وجه. يا رب يكون البرنامج عجبكم، واتمنى نتقابل تاني، ومستني استفساراتكم على الواتساب.